بعد إعلان محمد شرفي النتائج الأولية لتشريعيات جوان بلغة الأرقام، ها هي معالم الغرفة السفلى للبرلمان تتضح. لتتصدر الأحزاب السياسية المهيكلة صدارة المشهد السياسي، يتقدمهم الحزب العتيد لفلان مخالفاً كل التوقعات ومستفيداً من رصيد وعائه الانتخابي التقليدي. تم توزيع أصوات الناخبات والناخبين على القوائم المترشحة وفق الترتيب التنازلي كالآتي: أولاً، حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 105 مقاعد، نظام القائمة المفتوحة فتح المجال واسعاً لتتصدر الأحرار المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية. مجموع القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد، مما يبرز عنصر جديد في الخريطة السياسية الجزائرية، ألا وهو ثاني كتلة سياسية في البرلمان هي كتلة المستقلين، أي ممثلين قوائم الحرار. الأحزاب المتجذرة والمتغلغلة في أوساط الشعب ذات الوعاء الانتخابي الثابت فرضت منطقها بلغة الأرقام وصنعت الفارق. كذلك مع دخول وفد جديد، القوائم الحرة التي ستغير من تركيبة الخارطة البرلمانية والمشهد السياسي داخل أروقة زيغود يوسف.